السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن ازاي تختار منتجات مناسبة تبيعها على متجرك الالكتروني. اول حاجة، في غلطة كبيرة جدا بيقع فيها كتير من الناس، ان هو بيهتم ان هو يقدم كل الاقسام واقسام مختلفة جدا وكتيرة جدا ومنتجات كتيرة جدا للعملاء بتوعه. ده لو انت لسه بادئ مش غالبا مش هتقدر تنجح فيه قوي. ليه؟ لان انت هتشتت نفسك في اقسام كتير جدا وليش ماركت مختلفة جدا، وتحاول تجيب كمية منتجات كتيرة جدا وانت لسه الميزانية بتاعتك محدودة، حتى لو كانت كبيرة برضه شوية بس ستيل محدودة بالنسبة للمتاجر الالكترونية الكبيرة الموجودة. فدي حاجة انت لازم ما تركزش فيها، مش ان انت تعمل اكبر كمية من المنتجات. لا، انت لو قدمت منتجات قليلة جدا بس مختلفة ومتميزة هيشد الزبائن ليها وهيشتروا منها، يمكن تعمل ارباح اكتر بكتير جدا من حد مركز على حاجات منتجات كتيرة جدا. فدي حاجة مهمة. تاني حاجة، ما تركزش ان انت تقدم للزبون اقل سعر في السوق، لان دي حاجة صعبة جدا. انت لسه بادئ، لسه الانفنتوري او المخزون بتاعك محدود، فصعب تقدر تنافس الشركات الكبيرة والمتاجر الكبيرة في السعر. فمهم جدا ان انت ما تركزش على ان انت تجيب اقل سعر، لان انت ده هيبقى صعب جدا في الاول. تاني حاجة، ما تركزش ان انت توفر كمية كبيرة جدا من المنتجات، لا، ركز ان انت توفر كمية محدودة بس متميزة، ويكون فيها، لازم المنتجات بتاعتك كلها تكون فيها شخصية واحدة، وتكون بتعبر عن البراند او الماركة بتاعتك. البراند او الماركة بتاعتك لازم تكون متميزة، ولازم يكون فيها ابداع، وتخلي الزبون يثق فيها. زي مثلا براند زي اديداس او نايك، لما حد فينا بيشوفهم بيثق في الماركة دي، بيقول اه دي منتجاتها كلها متميزة. زي منتجات شركة ابل مثلا، منتجاتها كلها متميزة، مفيش منتج انت تقول لا ده عملوه بشكل مش كويس او اخرجوه بشكل مش كويس او كده. فانت لازم منتجاتك تتميز بنفس الصفه، ما تتنازلش ابدا عن جوده منتجاتك، ما تتنازلش ابدا عن انها تقدم فيها شخصيتك او تقدم فيها البراند بتاعتك. والبراند بتاعتك لازم تظهرها كويس جدا وتحطها في كل حته، ويبقى الشعار بتاعها واضح وشكله حلو. كل ده بيشد المستخدمين. انت ممكن تبدا تبني البراند بتاعتك وتبقى ليك براند وماركه في السوق معروفه بان ليها منتجات معينه متميزه بس. وفي متاجر الكترونيه كتير جدا عندنا في اكسباند كارت قدرت تنجح انها تعمل ده، وانا حاطط لكم الروابط بتاعتهم في الكومنت تحت. مثلا في متجر اسمه اسهل كي اس اي، المتجر ده بيبيع اكسسوارات للهواتف بس له شخصيه مميزه، بيجيب حاجات راقيه جدا، تصاميم راقيه جدا، كفرات للموبايل راقيه جدا وبتتميز بالجوده. وهو بيجيب الحاجات دي ازاي؟ بيقنع المستخدم انها جيده. اول حاجه لازم طبعا تكون هي خامتها كويسه، وهو اختبرها كويس جدا وجاب منها كميه وعرف انها حلوه. تاني حاجه، بيعمل صور للمنتجات بنفسه، هو اللي بيعمل لها اخراج، عنده مصمم بيعمل للصور دي اخراج وبيحطها على صفحات التواصل الاجتماعي، يحطها على الموقع بتاعه، صور غايه في الجوده، فتقنع المستخدم ان المنتج اللي في الصوره جيد. يعني الصوره بتبقى جوده عاليه جدا وفيها تصميم حلو جدا، فبتقنع ان المستخدم ان الحاجه اللي في الصوره دي جيده. تاني حاجة، بيحاول يختار شوية منتجات فيها شخصية واحدة، بحيث ان هو يشد المستخدم ان هو يمتلك كل الحاجات مع بعض. ازاي؟ يعني مثلا بيبيع كفر جلد مثلا لونه اسود شكله شيك جدا، يبيع معاه ساعة نفس اللون، يبيع معاه مثلا قلم نفس اللون، يبيع معاه محفظة نفس التصميم نفس اللون، ويحطهم مع بعض في صورة واحدة، فتحس انها يعني باكج كده مكتملة مع بعض من المنتجات اللي ليها شخصية واحدة، فتشد جدا المستخدم ان هو يشتريها، مش بس يشتري واحد منها، يشتريها كلها. فدي حاجة مهمة جدا هو نجح ان هو قدر يعمل. والسايت بتاعه اللي هو او الموقع بتاعه بسيط جدا، تصميم بسيط جدا، مركز اكتر على الصور، مركز اكتر على المنتجات، فده بيشد الزباين اكتر ويخليهم يثقوا في البراند. طبعا البراند بتاعته اللوجو بتاعه متميز، بيظهره في كل حتة، في صور المنتجات، في صور الشرائح، في صور السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي، بيظهرها في كل حته عشان يتعرف. برضه في موقع تاني معانا برضه اسمه سيني ارت، برضه نفس الكلام، بيعمل عمل قدر ينجح ان هو يعمل البراند بتاعته او الماركه بتاعته. مبدئيا الاسم حلو، سيني ارت، فتحس ان هي في حاجات فيها ماركه، يعني حاجات اصيله. تاني حاجه، بدا يعمل التصاميم بتاعته، يعني مثلا عامل مخده مثلا عليها تصميم حلو جدا، نفس المخده نفس التصميم عامله على مج، نفس التصميم عامله على مفرش مثلا، نفس التصميم عامله على لوحه، وهكذا. فعامل برضو ايه، حاجات ليها شخصية واحدة،
فتخلي المستخدم عايز يمتلك كل الحاجات اللي بنفس التصميم عشان يكمل الشكل الديكوري عنده في المنزل مثلا. وعامل من ده بقى تصاميم كتير ومختلفة، يعني بيعمل التصاميم دي بنفسه وبيصنعها بنفسه. فانت ممكن تعمل كده، يعني ممكن المنتجات بتاعتك حتى لو هي مش متوفرة، موجود في مصانع كتير جدا موجودة في الصين وعلى موقع علي بابا، تقدر تصنع لك منتجاتك بتصاميمك الخاصة. يعني انت مثلا عندك مصمم عمل تصاميم لكفرات، تبعتها في موقع علي بابا في بعض المصنعين او بعض المصانع يبدأوا يصنعوا لك الكفرات دي بأسعار رخيصة جدا وعليها التصاميم بتاعتك. طبعا لازم تختار مصنع يكون جودته عالية، عشان برضو المنتجات بتاعتك اهم حاجة فيها زي ما اتفقنا ان هي لازم تكون جودة عالية. بس نفس الحاجة في التيشيرتات، مثلا لو عملت تيشيرت برضو مصمم عمل لك تصاميم مميزة خاصة مثلا بالمنطقة اللي انت فيها، بأحداث حصلت في المنطقة اللي انت فيها، بالدولة بتاعتك، كل ده يشد الناس انها تشتري. لان دي بتبقى تيشيرتات مختلفة هو ما بيشوفهاش في السوق، ما بيشوفهاش في مكان تاني، فهتشده. التصاميم دي مثلا على التيشيرتات، على الكفرات، على المجات، على مخدات، على مفارش مثلا، على لوح، حاجات للسيارة اللي تتحط شمسيات، او حاجات تتحط ملصقات تتحط على السيارة، حاجات دي افكار كلها، كل دي افكار. وفي افكار اكتر بكتير جدا ممكن تيجي للناس، يعني للناس اكتر. كل ده انت لازم تحاول تهتم ان انت تبين شخصيتك فيه. وزي ما قلت لك مش لازم توفر حاجات كتير قوي، ممكن تبدا بحاجه صغيره. في متجر امريكي معروف، متجر الكتروني امريكي معروف اسمه زابوس. ده المتجر ده بدا ان هو يبيع احذيه نسائيه بس، يعني ما بيعملش حاجه تانية، احذيه نسائيه بس، وبدا يحط فيها تصاميم مميزه وراقيه جدا وبتاعته هو، وبدا يتشهر واحده واحده لحد ما وصل بقى يعني اكبر واهم متجر احذيه نسائيه في العالم. بعد كده بدا يضيف حاجات تانية، بدا يبيع اكسسوارات، بدا يبيع شنط، بدا يبيع ملابس، بدا يبيع حاجات تانية. ساعتها هو يقدر، لان هو بنى خلاص ميزانيه كبيره، بنى فريق كبير يقدر يعمل الحاجات دي. لكن وقت ما بدا بنيش ماركت واحد او بمجال واحد، ركز فيه كويس قوي، طلع تصاميم ليها شخصيه واحده ومختلفه عن بقيه السوق، قدر يوصل للمستخدم كويس. تاني حاجة في اختيار منتجاتك، لازم تتأكد ان المنتج اللي انت هتبيعه الناس مهتمة بيه. فازاي تتأكد من كده؟ في أداة جوجل عاملاها، شركة جوجل عاملاها، اسمها جوجل كيورد بلانر. جوجل كيورد بلانر ده طبعا هنشرحها في فيديوهات تانية، وشرحناها برضو قبل كده في مقالات عندنا في المدونة في اكسباند كارد. جوجل كيورد بلانر ده بيسمح لك ان انت تقدر تبحث على كلمات دليلية معينة. انت مثلا دي اسم، يكون اسم المنتج بتاعك او نوع المنتج بتاعك، ممكن تبحث عليه في الاداه دي، يجيب لك الاداه دي بيتبحث عنها قد ايه، كميه البحث عنها قد ايه، المهتمين بيها قد ايه، فتقدر تحدد اذا كان المنتج ده فعلا انت تقدر توصل له، تقدر في ناس محتاجاه كتير، ولا هو مجرد منتج حلو بس ما حدش محتاجه كتير. فدي حاجه مهمه جدا لازم تعمل عليها بحث قبل ما تبدا تحدد انت هتشتري ايه. اخر حاجه مهمه قوي في اختيار المنتجات، ان انت لازم تتاكد ان المنتجات بتاعتك اللي انت هتختارها فيها هامش ربح كويس. ما هو انت ما ينفعش مثلا تجيب منتج وتتعب فيه وتعمل تصاميم وتوديه مثلا مصنع في الصين يصنعه، وبعدين بعد ما يجي لك تلاقي هامش الربح بتاعك صغير جدا او مش منطقي. فطبعا ده هيبقى انت ضيعت وقتك على الفاضي. تاني حاجه مثلا برضو، ما ينفعش ان انت تعتمد على مورد يجيب لك المنتج بسعر كبير، فانت تيجي تحط هامش الربح بتاعك عليه يطلع سعر المنتج غالي قوي فمحدش يهتم بيه. برضه لازم اسعار المنتجات بتاعتك تكون منطقيه بالنسبه للسوق، سعر السوق. فانت لازم تكون ايه، ده هدفك. يعني احنا قلنا ما نهتمش بالسعر وما نوفرش ارخص سعر، بس في نفس الوقت ما نغاليش قوي في السعر، لازم ايه، يبقى حاجه خير الامور الوسط. بس فدي حاجه مهمه جدا، لازم انت تهتم قوي بسعر تكلفه المنتج عشان تعرف هامش الربح بتاعك هيبقى قد ايه، عشان تعرف المنتج ده فعلا ده كويس ان انت تستثمر فيه، ولا تشوف منتج تاني يكون هامش الربح بتاعه احسن واكبر. فدي حاجات كلها بتساعدنا على اختيار المنتجات. وهنتكلم بعد كده ان شاء الله برضو على حاجات مختلفة، واي اسئلة برضو قولوا لي في الكومنتات وان شاء الله نجاوب عليها كلها. والسلام عليكم ورحمة الله.